اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه بحب ابارك لفريق شباب كره اليد بقياده الكابتن صابر حسين مواليد 2000 بالفوز بكاس مصر. الف مليون مبروك، فازوا على الشمس 30-29 في مباراه كانت حماسيه جدا. الف مليون مبروك، بطوله جديده الحمد لله دخلت دولاب بطولات النادي الاهلي حالا لسه منذ لحظات. الف مليون مبروك، وننتظر ان شاء الله المزيد من هذا الجيل مستقبل كره اليد في النادي الاهلي. هطلع من الخبر ده على الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي طبعا بقياده الكابتن طارق محروس. لعب جولتين الاسبوع اللي فات وكان في منتهى الاهميه في اسكندريه مع الاولمبي وسبورتنج، والحمد لله فزنا. بنستعد بكل قوه للجولتين اللي جايين اللي هم الخميس والجمعه مع الزهور وبعده الزمالك، اخر جولتين في الدوري. ودول ماتشين الحسم، ربنا اذا كرمنا ربنا وكسبنا مع الزهور والزمالك هنحسم بطوله الدوري. يمكن مباراه الزمالك هي الاساس، مباراه الزمالك هي هتبقى نهائي بطوله الدوري. والحقيقه الاهلي في وصفه الترتيب العام لجدول البطوله برصيد 31 نقطه بالتساوي مع الزمالك، نفس النتيجه ولكن المواجهات المباشره لصالح الزمالك عشان المباراه بتاعت الدور الاول فاز بيها الزمالك. الحقيقه الفريق ده انا قربت منه قوي وقربت من كابتن طارق محروس. الحقيقه بيبذلوا مجهود جامد جدا ونفسهم وامنيه حياتهم يسعدوا جمهور النادي الاهلي. والله انا هنا من برنامج الابطال بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يبقى التوفيق حليفه، لانه اللعيبه فوق ما تتخيلوا من تركيز ومجهود ورغبه في تحقيق الفوز واصرار في تحقيق الفوز. ينقصهم التوفيق من الله سبحانه وتعالى. كل دعواتنا كاهلاويه بقى مش قناه الاهلي ان الفريق ده ربنا يكرمه ببطوله الدوري، لان فعلا عملوا مجهود والنادي الاهلي دعمهم بشكل كبير جدا. ينقصنا التوفيق يا رب يا رب يتوجوا ببطوله الدوري، ونبارك لبعض ان شاء الله يوم الجمعه القادم ببطوله الدوري في كره اليد الحقيقه اللي احنا محتاجينها السنه دي بشكل كبير جدا.